عليكم، اهلا بيكم في مامي فود. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صينيه من انواع الحلويات التحفه جدا جدا. هنعمل مع بعض بقلاوه البسبوسه، جميله جدا. يلا نجرب مع بعض ونشوف، النتيجه تحفه مبهره جدا. هنعمل حاجه رائعه، هنوفر على نفسنا حاجات كتير جدا وحاجه في منتهى الجمال والشياكه والرقه. تابعوا معايا الفيديو واحده واحده مع بعض، هنقول معلومات جميله جدا وهتشوفي معايا اجمل صينيه جلاش جميله جدا، او نقدر نقول عليها بقلاوة البسبوسة التحفة جدا الرهيبة جدا. يلا بينا. السلام عليكم، اهلا بكم في مامي فود. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض نوع حلو لكن جميل جدا جدا، صنف من الاصناف اللي نقدر نقول عليها مميزه جدا معانا. هنقول مقاديرها عباره عن 3 مراحل مع بعض، نركز مع بعض علشان ما نتوهش من بعض كده في المقادير. عندي مبدئيا كده هعمل هو البقلاوه، تعتبر اسمها بلاوه البسبوسه لكن جميله جدا، جربوها معايا. ويعني حتى لو عملته على نص الكميه هتكون لطيفه جدا، وهتجربوا ان شاء الله تعملوها بعد كده كتير جدا. معايا بالنسبه للشربات بتاعها او العسل بتاع البقلاوه بتاعتي، عباره عن 2 كوباية كبار من السكر، 2 كوباية من الكوبايات المعياريه او كوبايات اللي بنشرب بيها الشاي، سكر السنترافيش العادي جدا. معايا 3 كوبايات عليه من الميه، تمام، 3 كوبايات من الميه عليهم 2 كوباية كبار من السكر السنترافيش. هبدا ان انا انزل بيهم في اي اناء عندي، وهنعمل مع بعض السيرب او الشربات بتاع البقلاوه بتاعتي. هبدا نزلت كده بالميه، هبدا انزل بالسكر، بسم الله الرحمن، واحاول ادوب السكر على النار. وهنقول بقى يعني بقيه الطريقه احنا عارفينها قبل كده، كنا عملنا مع بعض فيديو عن الانواع السيرب اللي قلنا اتكلمنا عنه قبل كده، فان شاء الله هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. بس مبدئيا اللي ما دخلش قبل كده على الفيديوهات بتاعتي اول مره يشوفني، احنا عموما في قاعده عامه بالنسبه للسيرب بتاعي او القطر او الشيره او العسل بتاع الكنافه والقطايف، انا بقلب السكر كويس جدا 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 في الميه لغايه ما يدوب تماما على النار، لغايه ما يدوب تماما. وبعد كده هنشوف بقى بقيه المراحل، او ادخلوا على الفيديو بتاع عمل الشربات هتلاقوا كل الخطوات موضحه بالنسبه لحضراتكم. مبدئيا هرفعه على النار، وبعد كده هقول مع بعض بقيه المقادير. بالنسبه لبقيه المقادير بتاعتي، معايا لفه الجلاش بتاعتي بيكون طازه وطري كده، ما يكونش دخل الفريزر عشان ما يقطعش معايا وانا بشكله. معايا 1 كوباية من السميد، حط عليها 3 معالق من جوز الهند، تمام. معايا كمان مقدار الدهون بتاعتي عباره عن 1/4 كوباية من الزيت، وانا سيحت في حدود 1/2 كوباية من الزبده او السمنه تبع المتوفر عند حضرتك، تمام. معايا كمان في بقى مقدار او سيرب تاني، بس يعني اقدر اقول عليه صوص مش سيرب، هسقي بيه القلاوه بتاعتي، عباره عن 1.5 كوباية من اللبن، عليهم 2 بيضتين كبار. انا حاطه 1.5 كوباية من اللبن هنا، وحاطه معاهم 2 بيضتين اهم، بيضه وادي بيضه تانيه، تمام. وهنزل عليهم 1/2 كوباية من السكر، بسم الله الرحمن الرحيم. ومعايا كمان باكيت كامل من الباكيتات بتاعه البيكنج باودر، هحطها عليها بس مش دلوقتي، لما اوصل للمرحله دي هبقول لحضراتكم احطها ازاي وهستخدمها امتى، تمام. هبدا اعمل بقى دلوقتي، ومعايا كمان الفانيليا بتاعتي، يفضل تكون فانيليا سائله عشان يكون طعمها قوي او المتوفر مفيش مشاكل خالص. هبدا بقى اجهز البقلاوه بتاعتي. نجيب البلانشة بتاعتي كده، ببدا ان انا اخد البقلاوه بتاعتي افرغها من الكيس بتاعها، طبعا يكون التعامل بقى معاها بحرص وبسرعه علشان ما تنشفش معايا، ويفضل ان انا يكون معايا فوطه مطبخ تكون نظيفه عشان ابدا اغطي كميه الجلاش بتاعتي علشان ما تنشفش مني. هبدا ان انا اغطي الجلاش بتاعي في فوطه مطبخ تكون نظيفه، وهسحب ورقه ورقه ونشوف مع بعض الخطوات بتاعتنا. ومعايا الصينيه بتاعتي، افضل ان انا استخدم صينيه تكون الومنيوم عشان الخبز بتاعها يكون افضل وتوزع الحراره بشكل مظبوط. هاخد لها كده مسحه من الدهون اللي عندي بالفرشه،
تمام، وهبدا انزل برضو بمسحه من اللون اللي عندي على الجلاش ورقه ورقه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا قبل ما اشتغل خالص انا مشغله الفرن بتاعي على درجه 180 قبل ما ابدا مع حضراتكم علشان يحقق درجه الحراره اللي انا عاوزاها. هبدا استخدم خليط البسبوسه او السميد بمعنى اصح، السميد العادي خالص اللي بيتجاب من عند العطار مفيش عليه اي اضافات. انا اللي ضفت له 3 معالق من جوز الهند، واللي مش حابب ما يضيفش عادي خالص مفيش اي مشاكل نهائي. تمام، هبدا بقى ادي كده رشه سريعه على ورقه الجلاش بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدا ان انا ياخد الجلاش بتاعي كده واحده واحده. بسم الله الرحيم. هكشكش كده كده نلمه كده عشان تكون الرؤيه واضحه اكتر كده. وانزل بيه في الصينيه بتاعتي واحاول احبسه كده، احبس عليه كده او احبسه كده. تمام، هاخد الورقه الثانيه اعملها بنفس الكيفيه باذن الله. وتاني ورقه ببدا اعملها برضو زي اول ورقه كده بالظبط واكرر الموضوع. خدت برضو كميه من الدهون اللي عندي. تمام، ببدا ان انا ارش برضو كده حاجه بسيطه جدا جدا، بتبقى عندي صينيه بقلاوه تحفه وجميله وخطيره. اهم حاجه ان انا ارش عليها كلها واستخدم كميه بسم الله الرحمن الرحيم السميد مع جوز الهند. تمام، بنفس الكيفيه كده. وبرضو هبدا ان انا احطها في الصينيه بتاعتي بنفس الطريقه. بسم الله الرحيم، مفيش اسهل من كده. تمام، هنعمل كمان ورقه علشان اللي ما خدش باله ياخد باله ويركز معايا. برضو مسحه كده بفرشه من الدهون على ورقه الجلاج بتاعتي وابدا ارش برضو كده خليط من السميد وجوز الهند. هبدا بسم الله الرحيم هنزل بيها على الصينيه بتاعتي. هكذا لغايه اما اخلص الكميه اللي عندي كلها. تمام، خلصت كميه الجلاش بتاعتي بسم الله ما شاء الله زي الفل اهي. هبدا ادخلها الفرن على 180 في الرف الوسطاني على الشبكه، وفي الوقت نفسه قبل ما تاخد هي السوا بتاعها في حدود حسوية في حدود تلت ساعه كده، هبدا انزل بكميه السائل بتاعي اللي هو عباره عن كوبايه ونص لبن ونص كوبايه سكر وبيضتين. هبدا انزل عليهم كميه اللبن بتاعتي اللي عباره عن كوبايه ونص من اللبن ونص كوبايه سكر وبيضتين وباكت من الباكتات الباكنج باودر ورشه من الفانيليا. هنزل بكل الخليط ده في طرق الخلاط، هضربه كويس جدا جدا عبال البقلاوه بتاعتي مخرجه من الفرن تاخد نص سوا بس، وبعد كده هنشوف مع بعض بقيه الخطوات. ودلوقتي طلعت صينيه الجلاش بتاعتي من الفرن، هبدا ان انا اسقيها بالكميه بتاعه اللبن مع السكر مع البيض والفانيليا. هبدا بسم الله الرحيم، وطبعا ما ننساش باكيت الباكنج باودر. هبدا بسم الله الرحيم كده انزل على كميه الجلاش بتاعتي اشربها بكل الكميه بتاعت اللبن والسكر والباكنج باودر والبيض. تمام، خلصت الكميه، وبعد كده هبدا ادخل الجلاش بتاعي في الفرن تاني بحدود 10 دقايق ربع ساعه لغايه ما يتشرب كل الكميه دي.
وبعد ما يخرج هنشوف شكله النهائي مع بعض. لو ما احمرش معاكي او الفرن بتاع حضرتك مش بيحمر من فوق، ممكن نفتح عليه الشوايه 5 6 دقايق كده، بس بعد ما اسيبه طبعا الاول في حدود 7 8 دقايق في البوتاجاز عادي خالص، افتح عليه الشوايه 6 7 دقايق. كان البوتاجاز بتاع حضرتك بيستوي وبيحمر في نفس الوقت، يبقى خلاص هسيبه في حدود ربع ساعه ثلث ساعه لغايه اما يتشرب السائل ده كله ويبدا لونه يبقى معايا اشقر وجميل جدا. هبدا ان انا اخرجه، تمام. هدخله دلوقتي في البوتاجاز زي ما اتفقنا، وكمية السائل بتاعتي كلها هي زي الفل. هدخله في البوتاجاز زي ما اتفقنا ونرجع تاني مع بعض. ودلوقتي خرجت صينية الجلاش التحفة بتاعتنا دي من الفرن، او صينية البقلاوة اللي فيها بسبوسة، او صينية جلاش البسبوسة. هبدأ بقى وهي سخنة هنزل بالسيرب بتاعي عليها وهو بارد. بسم الله الرحيم. لو ناخد بالنا ونسمع صوت السيرب بتاعها هو نازل عليها وهي سخنة في منتهى الجمال. هخلص كمية السيرب بتاعتي وبعد كده هنرجع تاني مع بعض بعد ما تهدى تماما ونشوف شكلها النهائي في طبق التقديم بإذن الله. ايه رأيكم في صينية الجلاش بتاعتنا او في صينية البقلاوة الفظيعة التحفة دي، بقلاوة البسبوسة في منتهى الجمال؟ يلا نجرب. حاجات بسيطة جدا عملنا منها صينية محترمة جدا جدا. لو الحاجات دي جبناها من برة هتبقى مكلفة جدا بالنسبة لنا، يعني حاجات بنعملها في البيت بنفرح بيها اولادنا وبنوفر على نفسنا حاجات كتير جدا. نجرب ونعمل بألف هنا. اللي يعجب الفيديو بتاعي يا ريت يعمل لايك ويعمل شير عشان اكبر عدد من الناس تشوفه. لو مكنتيش مشتركة معايا في القناة يا ريت تعملي سبسكرايب عشان تنوريني فيها. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.